وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة كتاب موسى واذكر في أذكر أن خلال زيارة صاحب الجلالة إلى موسكو السنة الماضية وقعنا على مذكرة تفاهم، وهذه المذكرة تنص على التزام الجانبين بأولا نشر ثقافة الاعتدال والتسامح والعمل سويا لدحض الرؤى التطرف واللهو في الدين. أشهد والله في من حيث المستوى يعني مستواهم متطور كثيرا يعني عما كان من قبل، فكان صعب تجد من يقرأ القرآن بطريقة جيدة أو هكذا، فاستغربت في هذه السنة عندما كنا نحكم في هذه المسابقة كان متسابقون يجيدون قراءة القرآن ما يعني بإتقان ويستخدمون فيها المسابقة المقامات الصوتية يعني بتلاوة مرتلة جدا، فهذا يدل على أنه في تطور في المجال القرآني ويعني والحمد لله رب العالمين. Коран, вы знаете, Коран, двумя словами сказать, это переход в другое состояние, в состояние божественности. Коран, он, вибрация, его звучание, это звучание Аллаха. Это высокочастотная вибрация. И когда он, ребята, они сами в этом состоянии, нас поднимают туда, то это состояние счастья, состояние блаженства.